18/10/2012، نحن معكم الآن من ريف اللاذقية في قرية دورين، وهذا هو المرصد وما يعرف بمرصد مباتي، يقوم بالقصف قرى جبل الأكراد، مثبت عليه دبابة وراجمات صواريخ، وهذه الخيام التي يجلس بها عناصر الأسد. وأنا الآن برفقة عناصر الجيش الحر الذي يقومون بحراسة هنا بخط التماس المباشر عليهم. كيف أوضاعكم هنا؟ الحمد لله رب العالمين. والآن بأحد هنا هم متابعون لأحد كتائب مقاتلة ما يعرف بكتيبة المجد الله. كان معكم مراسلكم مجد الإسلام العربية.